الموسيقى والغناء جمع شباب الكرد والآشوريين في أمسية موسيقية نظمها مركز ديانا للثقافة والإعلام بالتنسيق مع دار شين الثقافية. اختلطت الأغاني والموسيقى الكردية بالأغاني والموسيقى الآشورية. تعد هذه الأمسية الموسيقية الأولى من نوعها في سوران، والهدف منها توطيد روح التعايش السلمي والعلاقات الاجتماعية والأخوية بين الشباب الكرد والآشوريين. الفن وسيلة مهمة لتعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة وعامل كبير لتحقيق التقارب بينها، فبواسطة الفن والموسيقى تزداد روح المحبة والصداقة بين الشعوب. الموسيقى لا تفرق بين الألوان والأديان والأقوام، فهي نوتة واحدة ووسيلة مهمة لترسيخ قيم التعايش بين الجميع. إدارة سوران المستقلة من الأماكن التي يعيش فيها خليط من المسلمين والمسيحيين منذ عشرات السنين، وأصبح التعايش السلمي والعيش المشترك رمزاً يفتخر به الجميع ويسعون إلى الحفاظ عليه وتطويره عبر مجموعة من القنوات. الهدف من هذا النشاط هو صراحة الإبراز الثقافتين والفنين الكردي والآشوري، وكذلك للوقوف على أهمية ودور الفن في مسألة العيش المشترك، لأنه كما تعلمون يعني نحن كنشطاء في مجال المجتمع المدني والعيش المشترك نعمل من خلال كثير من القنوات، وأحببنا هذه المرة أن تكون إحدى هذه القنوات هي قناة الفن والقناة الموسيقى، ومن خلال أنامل وأفواه والقدرات المتجسدة والموجودة في شبابنا من الفنانين في هذه المنطقة. شكلنا فريق موسيقي من الشباب المسلمين والمسيحيين باسم فريق التعايش، والهدف من تشكيله تقديم صورة جميلة للمجتمع. نعزف ونغني معا ونقول ليس هناك فرق بيننا، الإنسانية قبل كل شيء. إقليم كردستان الواقع في الشرق الأوسط اللاهب أصبح الخيمة الآمنة التي بإمكان الجميع العيش تحتها بسلام لممارسة الحياة بكل مجالاتها بحرية. رايبر عبد الغفار، زاغروس تي في، سوران.